الرئيس السيسي تحدث عن الطلاق الشفوي وانه يجب توثيقه والكلام ده، ايه اخر ما توصل ليه المركز؟ احنا عندنا رأي واضح جدا، والكلام ده طرحينه من 2008، وكان معنا الدكتور عبد المعطي بيوم الله يرحمه، وكان احد اعضاء مجمع البحوث الاسلامية، اللي هو قال بشكل واضح ان لازم توثيق الطلاق الشفوي، وان الطلاق الشفوي زي ما احنا بنطالب في الفقه ان يبقى فيه اشهاد على الزواج، لازم من اولى كمان ان يبقى فيه اشهاد على الطلاق، وان الراجل اللي بيحلف اليمين عليه ان هو يوثقه، غير كده لا يتم الاعتراف به. في 2017 ايه المرأة محتاجة في يومها العالمي؟ محتاجة ان هي تتعامل كمواطنة. فكرة بقى ان رئيس الجمهورية او اي موظف رسمي داخل الدولة يتكلم على ان هي اختي وامي وبنتي، لا 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 لا، احنا محتاجين يتكلموا عن الستات كمواطنات داخل هذا المجتمع بس.